الاخو العزيز محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اهلا بيك. اهلا وسهلا كابتن. الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، اهلا بيك ابراهيم. اهلا بيكم سياده العميد كابتن رؤوف. الحقيقه شفنا قد ايه الجماهير في الشارع في الاقصر عندها تعطش كبير جدا ولها فنيه تشوف النادي الاهلي في وسطها، لدرجه الناس مش مصدقه النادي الاهلي جاي يعمل ايه. مبدئيا نتعرف من سياده العميد ايه اللي عايز النادي الاهلي يعمله في الاقصر. لا طبعا يعني الاول لازم يعني نقول ان احنا سعداء جدا جدا اللي احنا في الاقصر. وبعد كده نخش بقى في الموضوع الاساسي اللي ده يعني ده الحلم. أيوة. وفي نفس الوقت التاريخ. الحلم اللي كابتن محمود الخطيب حلمه اللي ازاي النادي الاهلي يكون موجود في 27 محافظه. وخصوصا لجماهير النادي الاهلي على مستوى مصر، فعلى مستوى 27 محافظه، وبنشوفهم في مبارياتنا وبنشوفهم ازاي بيجروا ورا النادي الاهلي في كل مكان وبيسافروا ورا النادي الاهلي في كل مكان. فالنهارده وجود النادي الاهلي في جنوب الصعيد كمرحله اولى وبدايه، ده دور النادي الاهلي اللي كابتن محمود مركز عليه في اول يوم هو مجلس ادارته. الدور ال 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 هنقول الدور الاجتماعي والدور الوطني والدور التربوي والدور اللي انت ازاي هتعمل النادي الاهلي يشارك في المجتمع ويشارك النهارده ويساعد الدوله المصريه الحديثه. فانت النهارده اما تبدا في جنوب الصعيد بالنادي الاهلي واول مره تحصل في التاريخ، انا متهيألي ده حلم كل الاهلاويه. كابتن عادل يمكن برضو عارف لان كابتن عادل كان في مكاننا زمان، طبعا ده حلم لكل الناس. فالنهارده في حلم بيتحقق وفي تاريخ. احنا يمكن كنا في اجتماع وشغالين مع فريق عمل السادات مع استاذ محمد كامل وكنا بنتكلم في القصه دي. احنا لنا شرف اللي احنا موجودين بنسجل اسامينا هتبقى موجوده من ضمن المجموعه اللي ليها شرف اللي هي تبقى موجوده والحلم ده بيتحقق. فطبعا دي حاجه يعني انا شايفها الحاجه ان شاء الله باذن الله هتبقى بدايه كويسه جدا جدا وتبقى نقطه انطلاق من جنوب الصعيد على مستوى محافظات مصر ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. الحقيقه يمكن كان ناس كثيره في واحنا في الشارع في الاقصر